ومن بين الأندية الأكثر حضوراً واستمراراً على مستوى القسم الوطني الممتاز لكرة اليد الجزائرية بفضل انتهاجه لسياسة الاعتماد على أبناء الفريق من خلال عمل التكوين. الحديث هنا عن نادي أمارس كيكدا لكرة اليد. والله احنا الفريق أمارس كيكدا كل سنة يلعب على المراتب الأولى. السنة الماضية تحصلنا على المرتبة الثالثة، من قبلها فزنا بالبطولة، لهذا يعني رغم أننا جددنا الفريق بصفة كبيرة وكاين 7 لاعبين من الأواسط اللي راهم في الفريق. الهدف هو راح نبداو في المرتبة الرابعة، كل مرتبة نقدروا نخطفوها هي في فائدة الفريق، يعني لو نكون في المرتبة الثالثة أو الثانية وما من الأولى فهذه فائدة الفريق. اختلاف المواسم وحتى الأسماء النشطة في صفوف الأمل لا يعني تغييرا كبيرا من حيث الأهداف، فالنادي المتأسس بتاريخ 17 سبتمبر من عام 1995 لم يغب عن المشهد الختامي للبطولة أو الكأس في آخر 7 مواسم، توج البعض منها بألقاب وإن كانت على قلتها، كتحقيقه للقب الدوري سنة 2015 أتبعها بكأس السوبر في ذات العام. سي لا بروميير فوا اللي نخدم في شامبيونات دالجيري ولا في الجزائر. بون سي فري تبعت لي ديرنيير زاني تبعت مو بيرسونيلمون سكو جو فوا سا مونك اون ستركتور جينيرال سا مونك ترافاي دو لا باز كوم افون سا مونك لو ترافاي اونتر لي كلوب فيدراسيون ليغ افيك لي زيكول سا لي زيكول اللي نجبدوا لي جوار. الاستعانه بالكفاءه المحليه لقياده امارس كيكدا في صراع مرحله اللقب في شخصيه بوبكر زرمالي قد لا يعطي ثماره في القريب العاجل، رغم ما يتوفر عليه من لاعبين شباب مثل الجناح الايمن الدولي رضوان سكر وكذا عنصر الخبره مع طارق بوخميس. ليكيب تاع سكيكدا كانت كما يقول لك غروند ايكيب. سي فري تفرقنا شويه، كان ديبار تاع واحد 3 جوار بليس ان بليس ان بليسي. كيما تشوفوا فريق امارس كيكدا يعني 80% لاعبين شبان، هذا ما ينقصش من الامكانيات تاعهم. المدرب والاطار الجهاز الفني يعني مدير فيهم ثقه كامله. احنا كالعادة ان شاء الله نلعبوا مباراة. النقطة السلبية التي باتت تؤرق القائمين على امارس كيكدا فهي تنحصر في مشكل القاعة. والله المشكل الاول والاساسي هو فريق ما عندوش قاعة، في كل مرة نقولوها سيدة الولاية الواحدة على المستوى الوطني اللي ما عندهاش قاعة. اذا رحلة امارس كيكدا في منافسات كرة اليد متواصلة وستتواصل، والهدف واحد ووحيد، وضع المشاكل جانبا والوقوف على هرم اليد الصغيرة الجزائرية.